السلام عليكم ورحمة الله. أولا كنشكر قناة أكادير تي في على قدوم ديالهم جامعة الدراركة. معكم رشيد بلبوز، منسق محلي لحزب الاتحاد المغربي للديمقراطية بجامعة الدراركة، ومترشح كوكيل لائحة بحزب الاتحاد المغربي للديمقراطية. كبداية فيما يخص المشكل اللي تعرضت له أنا بيني وبين السيد الأمين العام حزب الاتحاد المغربي للديمقراطية، بأنني تقدمت تكبت عناء السفر للرباط ووعدنا بشي وعود اللي ما وفاهاش معنا، وجبنا وكيل اللائحة وجينا تقدمنا الانتخابات عن رفقة بعض الشباب وعلى رأسهم المنسقة الجهوية حياة بختار اللي هي وكيلة اللائحة معايا. السيد وعدنا بأنه غادي يمولنا وطلب منا باش نبينوا الحزب في أكادير. رفقة الإخوان محمد العبود بإن زكان والإخوان ديال أكادير والحاج أحمد وانير بإمسوان وأورير وإدهموش مدير الحملة آنذاك، للأسف الشديد هذا السيد وصلنا حتى تبدينا المسائل ديالنا حتى جمعنا الوراق ديالنا، طلبنا منه الدعم، قال لنا دفعوا اللوائح ديالكم، خذوا الوصل النهائي، فتحوا الحساب البنكي، انا غادي نفيرشي لكم الدعم ديالكم اللي عطات لكم الدوله. حنا ماشي الهدف ديالنا الدعم، الهدف ديالنا وهو كاول تجربه سياسيه وبغينا نستمروا وبغينا نمشيو مع هذا الحزب اللي هو الاتحاد المغربي للديمقراطيه اللي زكاه سيدنا صاحب الجلاله نصره الله، بينا نبينوه ونمشيو معاه للقدام. وهذا السيد طول علينا وخلانا حتى لاخر مطاف، صيفط لنا 5000 درهم، 5000 درهم خسرناها احنا في تقريبا قبل ما تبدا الحمله. ملي بدينا الحمله الاخوه اللي معايا في اللائحه شكوا فينا باننا احنا شدينا الدعم، ما شدينا والو. عاود ربطت به الاتصال قال لي غنصيفط لك المناشير، ما صيفط لي والو. تكبت مشيت كنتسلف، طلعت المناشير في المطبعه، خديت لوكاسيون الغازوال الغاشتي ديال الدراري، تريتو اللي مكلف ليا بلي ساندويتش ديال الدراري، الخدامه اللي خدامين معايا، الشباب اللي خدامين معايا النهارات ديالهم. ملي بقات شي 5 ايام ولا 6 ايام عيطت عليه، قلت ليه السي جمال راه واقف راه ما عنديش، قال لي بغيتي تكمل كمل، ما بغيتيش تكمل انسحب، انا راه ما عندي ما نعطيك. جاوبتو قلت له اودي الاجدر بك انت ان تنسحب السي جمال من هذا الحزب باش يشدوه لنا الشرفاء، لانه لا يشرفنا ولا يشرف الدوله المغربيه وعلى راسها العاهل محمد السادس ملك البلاد، باش نتل هذا الحزب باش يجيو الشرفاء يكملوه ويوصلوه يوصلوه لبير الامان. وحنا ان شاء الله راه غادي نناضلوا، وغير كرساله للوزاره الداخليه باش تنصفنا من عند هذا السيد هذا، لاننا ضعنا وتكرفصنا وتسلفنا عند عباد الله وما عندنا باش نردوا داكشي اللي عندي اللي كيسالنا. انا الخدمه ديالي وهو سائق النقل السياحي 3 سنين هذه ما خدامش، وهذا السيد تخلى عليا وخلاني في المطب وكنطالب بالحقوق ديالي من هذا السيد هذا، فهذا الشيء اللي خسرت. السلام عليكم ورحمه الله.